السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض إن شاء الله في الشابتر الثاني من كتاب Step 7 in 7 Steps Working with Project Step 7 Projects and Libraries Navigating Semantic Manager Menus and Toolbar. التحرك عبر القوائم الخاصة بالSemantic Manager أو مدير السيماتيك والToolbar أدوات أشرطة الأدوات اللي فيها عناصر سريعة للوصول إلى مكونات المنظومة. الـ Basic Concept Navigating the Menus and Toolbar of Hardware Configuration Tool is much like navigating within the Windows Explorer. التحرك عبر القوائم والToolbar الخاص بـ Hardware Configuration Tool يشبه كثيرا أو Windows Explorer والتحرك فيه. If it has the same look, it has the same look and feel. هتحس بنفس المنظر تقريبا ونفس الإحساس. Instead of simply managing files, however, the Semantic Manager is an object-oriented tool allowing you to easily work with the object of Step 7 world. بدل ما أنت بتتحرك في الملفات عن طريق الويندوز إكسبلورر، عن طريق السيماتيك مانجر انت بتتحرك عبر العناصر اللي هي موجوده في الستيب 7. Objects that represent of PLCs, CPUs, modules, networks and so on. اللي هي بتمثل محطات ال PLC ووحدات المعالجه ال CPU والموديولز اللي هي الوحدات والشبكات النتوركس وبقيه العناصر. The NetBrew network configuration tool and the hardware configuration tools are opened automatically when you double click on the object that was created using that tool. في حالة انك انت عندك hardware configuration او عندك شبكة في المشروع الموجود عندك، مجرد انك انت هتعمل عليها ضغط تضغط مرتين على الماوس متتاليتين هيفتح لك يا اما الهاردوير يا اما الشبكة بنفس التولز الخاصة بالconfiguration في البرنامج. Essential elements The complete of operations of the Semantic Manager may be accessed from its menus, including File, Edit, Insert, PLC, Views, View Options, Window, and Help. إنهاء العمليات الخاصة بمدير السيماتيك بالتأكيد بتتم عن طريق القوائم اللي موجودة عندك في البرنامج، اللي هي قوائم الفايل ملفات، وEdit تحرير، وInsert إدراج، PLC التعامل مع وظائف الـ PLC الأونلاين، View طريقة العرض، الأوبشنز الحاجات الأخرى الخاصة بالسوفت وير نفسه وتظبيطها زي ما شفنا الكاستمايز، الويندو نظام عرض القائمة نفسها تعملها ازاي سواء بالتناسق الرأسي أو الطولي أو أيا كان شكل العرض، and help والمساعدة. التول بار بقى عبارة عن set of buttons position directly beneath the menus. تحت القوائم أو أسطر سطر القوائم بيبقى في مجموعة من التول بارز أو شريطة الأدوات اللي provide quick access more frequently used operations، بتتيح ليك إنك أنت توصل بسرعة للعناصر الأكثر استعمالا في العمل. As you move through the project tree، لما هتتحرك خلال شجرة المشروع you will notice that the various command and options of the menus and buttons change to reflect the current selection. ما تقلقش من ناحية القوائم لأن القوائم هتتغير بشكل automatically حسب المكان اللي انت فيه عشان تتناسب مع النقطة اللي انت عندها والوظائف المطلوبة للمكان اللي انت فيه. Application tips، بعض النصائح كده التطبيقية اللي احنا بنستعملها في الشغل. Multiple projects may be open simultaneously each being placed in its own window. في حالة المشاريع المتعددة ان انت عايز تفتحها بالتزامن مع بعضها كل واحد بيتم وضعه في النافذة الخاصة به. Simply using the copy and paste commands by opening multiple windows displayed horizontally or vertically. تقدر بكل بساطة تستعمل عمليات الكوبي بيست انك انت تاخد من مشروع تحط في مشروع تاني بكل بساطة سواء كانت النوافذ مرتبة أفقيا أو رأسيا. To copy from one project window
you may drag and drop objects or use cut paste. ممكن لو انت عايز تعمل موفينج العنصر من نافذه الى نافذه اخرى، يا اما ان انت بتسحبه من احد النوافذ وبتتركه في النافذه الاخرى، او بتستعمل cut paste قص ولزق. Make sure that before you paste that you select the correct option object to which you wish to to paste. عشان تتأكد ان الشغل بتاعك تم مظبوط، تأكد ان انت اخترت العنصر المناسب عشان تحطه في مكانه. For example, to copy a station, select the project object in both windows. عشان تختار station او عشان تعمل نسخ للstation، تأكد ان انت فاتح نافذة البروجكت. Since stations are contained within the project، لانه الستيشنز او المحطات موجودة داخل البروجكت. And may only be copied to a project، وبتنسخ فقط للبروجكت. يعني ما ينفعش واحد ياخد ستيشن ويعمل لها كوبي وبعدين يحطها داخل بروجرام فايل، لابد ان تكون من نفس المستوى. Programmable modules e.g. CPU, CPFM, seen in the project tree may only be copied and pasted while inside the hardware configuration tool. العناصر اللي هي ال CPU وال CPU وال FM ممكن فقط ان انت تعمل لها كوبي بيست داخل الهاردوير كونفيجريشن تول. زي ما احنا شايفين قدام مننا كده التول بار الخاصه بالسيماتيك مانجر، واحنا اتكلمنا على معاني الايكونز دي قبل كده. عندنا الفايل، وعندنا الايديت والانزيرت والبي ال سي فيو اوبشن ويندو هيلب، وبعدين تحت منها الايقونه الخاصه بالنيو والاوبن والاونلاين، وهنا الميموري كارد والكات والكوبي والبيست والداونلود، وعندنا هنا الاوفلاين الاونلاين لارج ارك ايكون سمول ايكون، هنا ليست، هنا ديتيلز، وبعدين هنا انت لو عايز تعمل فلتر بشكل معين، ولو عايز تطلع للمستوى الاعلى، وبرده هنا دي علامه الفلتر، وعندنا هنا ده السيميليتور، وهنا عندنا النودز اللي موجوده عندنا، قلنا النت برو كونفيجريشن، وعندنا هنا العلامه الخاصه بالهلب. وهنا شكل التري زي ما بنقول، لو انت واقف على البروجكت هتلاقي الناحيه الثانيه فيه موجود عندي الستيشنز اللي موجود. لو نزلت على مستوى الستيشن هيبقى الناحيه الثانيه هتلاقي فيه السي بي يو معاها الهاردوير اللي موجود عندك، وفي نفس الوقت هتلاقي فيه هنا السي بي برضه، هنا العلامات اللي هي الديتيل، سواء انت نزلت للمستوى الاقل او ممكن ان هي تبقى مش باين اي ديتيل او تطلع بيها لفوق مرة تانية. الخطوات السريعة لنافيجيتنج سيماتيك مانجر مينوز اند تول بار، عشان ننفذ الكلام ده في خطوات سريعة ارشادية زي ما الكتاب او المؤلف معودنا في الكتاب، هنبدأ نستعرض معانا هذا الكلام. The file menu and toolbar options allows you or allow you to work with existing projects and libraries and to create and manage new ones. بتتيح لك قائمة الفايل والتول بار الخاصة بيها انك انت تبدأ تعمل تتعامل مع البروجكتس واللايبراريز، سواء تنشئ او تعمل ادارة للاشياء الموجودة، او انك انت تنشئ بروجكتس او لايبراريز جديدة. By selecting، لما هتيجي عند فايل وتختار open، you may open a project from the default project directory or browse for a project library in another location on your computer. هتستعمل open، هيبدأ يفتح لك الديالوج اللي فيه البروجكتس اللي موجودة، تقدر تعمل براوز وتختار منها البروجكت اللي انت عايزه من اللوكيشن اللي انت عايزه على الهارد ديسك او الكمبيوتر الخاص بيه. لو انت عايز تعمل file new allows you to create a project or library in the default or a new path. يا اما ان انت لما بتعمل نيو بتختار على الديفولت فولدر، او انك انت بتعمل باث جديد تعمل عليه البروجكت الجديد. ده بالنسبه للفايل. بالنسبه للايديت، ايديت مينيو اند تول بار اوبشنز allows properties of selected objects such as station networks and blocks to be edited as well as copied and pasted. الايديت بتتيح لك انك انت تتعامل او تختار ما بين النتوركس اللي موجوده، المحطات او النتوركس او البلوكس، على اساس ان انت تقدر تعمل فيها يا اما تعديل يا اما
انك انت تقدر تعمل كوبي بيست او حتى ديليت, انك انت تشيل الحاجه اللي موجوده. تو كوبي ا ستيشن يو وود سيلكت ذا ستيشن ذن سيلكت كوبي, هتقف على الستيشن اللي انت عايزها وبعدين يا اما هتستعمل الايكون الخاصه بكوبي او انك انت هتروح للقائمه الخاصه بايديت وتختار منها كوبي. كليك انسايد ذا بروجكت ويندو اوف ذا سيم بروجكت اور انذر بروجكت and then from the edit menu or using the right click select paste. يا اما هتقعد في المكان اللي انت عايز تروح له تاني بعد كده وهتضغط ماوس يمين paste, او انك انت هتروح للقائمه وبعدين هتختار منها edit وبعدين paste, او انك انت directly هتستعمل الايكون الخاصه ب paste. بعد كده select any object right click and select object properties to view its properties, عشان تعرف الخصائص الخاصه بالستيشن اللي انت نقلتها او العنصر اللي انت نقلته ايا كان, هتروح عليه وتختار الاوبجكت بروبرتس الخاصه بيه. بعد كده العنصرين الفيو اند ويندو مينيوز اند تول بار اوبشنز allow projects to be viewed online and offline, adjustments to icon size and window arrangement and details given on a selected object. القائمه اللي هي فيو والويندو والتول بار الخاصه بيها او الادوات الخاصه بيها بتتيح ان انت تعرض البيانات اللي موجوده عندك سواء اونلاين على اساس الاتصال او بدون اتصال. بتقدر تظبط حجم الايقونات اللي موجوده عندك, كمان ترتيب النوافذ المفتوحه راسي او افقي ايا كان الشكل اللي انت عايزه والتفاصيل اللي موجوده على العنصر الموجود عندك. With the net the new project window selected, مع اختيار قائمة جديدة select view of online to open the window, the online window. لو انت عايز تفتح online هتتكلم على view وبعدين هتقول له online او هتختار الايكون اللي هي online. selecting window arrange vertical على سبيل المثال places open project window windows side by side, بتحط لك الويندوز او النوافذ المفتوحة جنب بعضها بالطول. horizontal is one above another, والافقي بيبقى واحد فوق الثاني. and cascade is shifted so that the title peer bar of each is visible. لو انت حطيتهم بشكل كاسكيد هيبقى فقط التايتل بار هو اللي باين عندك وتقدر تنتقل ما بين النوافذ بعضها عن طريق ان انت تضغط على التايتل بار. the insert menu allows the insertion of new objects into the selected container object. القائمة الخاصة بالإنزرت بتتيح لك انك انت تعمل عملية إنزرت او إدراج, انك انت بتدخل عناصر جديدة في المحتوي عنصر المحتوي لها في المكان اللي تختاره. Only objects that are correct for selected container object may be inserted. طبعا العناصر فقط اللي هي بتبقى مناسبة للمكان ده هي اللي بيبقى ممكن عمل insert أو إدخال لها في نفس المكان. Selecting the project folder allows new station subnets or programs to be created. يعني اختيار الفولدر الخاص بالبروجكت بيتيح إن أنت تعمل محطات جديدة أو شبكات جديدة أو برامج جديدة. Selecting blocks object allows new program blocks. لو أنت رحت على الفولدر الخاص ب البلوكس او الاليمنت الخاص بالبلوكس هيبقى هنا متاح لك انك انت تعمل انشاء بلوكات جديده عن طريق انزرت سواء كانت اف سي او اف بي او غيرها. البي ال سي منيو اند تول بار باتون سبورت اونلاين سي بي يو بي ال سي اوبريشنز. القائمه الخاصه بالبي ال سي بتتيح لك انك انت تعمل عمليات او تدعم عمليات الخاصه بالبي ال سي. With the online blocks folder of an S7 program selected, selecting PLC download transfers online blocks to the associated CPU. طبعا لما بتبقى الموضوع اونلاين العمليات اللي انت بتعملها اونلاين, على سبيل المثال لو قلت PLC واخترت download بيتيح ليك انك انت تنقل البلوكس اللي موجود عندك او الاختيار اللي موجود عندك ان هو ينتقل الى PLC اللي انت مختار. The options menu allows you to set schematic manager operating preferences and to launch standard and optional tools. الاوبشنز او الاضافات
الخاصة بالقائمة الخاصة بالأوبشنز أو الإضافات بتتيح لك إنك أنت تعمل عملية إدارة لضبط الحاجات المفضلة اللي أنت عايزها، زي ما قلنا قبل كده بالنسبة للكاستمايز، سواء مسارات الذاكرة أو الأرشيفينج أو الحاجات دي، أو إنك أنت تبدأ الستاندرد. إزاي تبدأ الستاندرد أو الأوبشنال تولز اللي هي الحاجات القياسية، إزاي تبدأ الأدوات القياسية والأدوات الإضافية. Select options configure network for example، على سبيل المثال لو انت اخترت options ومنها configure network، open the graphical network configuration tool، بتفتح الأداة الخاصة بإدارة الشبكات. لو انت اخترت selecting options وبعدين customize، opens the dialog for setting various schematic manager operating parameters، بتفتح عبارة عن dialog أو إطار انك انت تظبط بيه المواصفات العمليات المختلفه للسيماتيك مانجر، على سبيل المثال ستورج باس، مسارات التخزين، اند لانجويج بريفرنسز اللي هي المفضلات الخاصه بلغات البرمجه. فايندينج ستيب 7 بروجكتس اند لايبرريز، بعد كده لو احنا عندنا ستيب 7 بروجكتس اند لايبرريز او مكتبات موجوده عندنا، فايندينج زي نوجد او نعثر على هذه المشاريع او المكتبات. The basic concept when a project or library is opened for the first time, it is added to a list by a schematic manager and is thereafter displayed in the list whenever the file open command is used. مجرد انك انت بتفتح project للمرة الاولى او library، بتضاف الى قائمة عن طريق schematic manager، وبعد كده لو انت فتحت استعملت الفايل اوبن في اي وقت، بيتم عرض هذه القائمه ان المشروع ده تم فتحه من قبل. السيفن بروجكتس اند لايبريز ماي ريسايد اون ا بي سي بات نوت ديسبلايد اف ذي هاف نيفر بين اوبن، ممكن يبقى المشاريع اللي موجوده عندك دي موجوده على البي سي لكن مش هيبانوا إلا لو سبق فتحهم. They also may not appear in the project or library list if they have been hidden using the file manage option. كمان لو انت اخفيتهم عن طريق الفايل مانج اوبشن او الاختيار دون، برضو مش هيظهروا عندك في الليستة اللي هي الموجودة دي. You may search an entire drive or selected folders for step 7 projects and libraries that may exist. ممكن ايضا ان انت تعمل عملية سيرش كامل على البروجكت، سواء على درايف بالكامل او على فولدر منه، but don't appear in the project or library list. طبعا الكلام ده مش هيظهر في القائمة دي الا لما تفتحه. نصائح تطبيقية application tips: if the search and find option is used from a programming editor، اذا تم البحث عن طريق محرر للبرمجة زي اللادر أو الـ FBD أو الـ STL، then only user projects may be searched and not sample projects or libraries. احنا هنا بنتكلم على الـ user projects فقط هي اللي بيتم البحث عليها لو انت عملت هذا الكلام من داخل اللادر أو الـ FBD الـ STL. You may search for user projects, sample projects and libraries from the schematic manager. لو انت عايز تعمل سيرش على library معينة او على حاجة معينة، بتعمل هذا الكلام على user projects او sample projects او libraries، كل ده بيتم عن طريق schematic manager. schematic manager هنا يقصد فيها القائمة او الشاشة الرئيسية للschematic manager. user projects are projects that you create yourself. هي دي user projects، هي دي المشاريع اللي انت بتعملها بنفسك. Sample projects are the projects that were installed during the initial installation of the step 7. السامبل بروجكتس دي اللي بتيجي مع البرنامج، وساعة ما انت بتثبت البرنامج على الجهاز عندك بيتم تثبيتها معاه. If you choose to, you may adapt and expand any of these sample projects and resave as user projects. لو انت عايز او لو انت اخترت هذا الكلام، انت ممكن تستعمل اللي هي المشاريع اللي جايه مع السوفت وير وتخزنها عندك او تعيد تخزينها
كيوزر بروجكتس بعد كده. دي شكل القائمه اللي بتظهر عندنا لما انت بتختار انك انت تعمل اوبن بروجكت. بيظهر لك دي البروجكت اللي تبقى فتحها من قبل كده. لو انت عايز تعمل سيرش على بروجكت بتعمل براوز هنا وتبدا تدور على المكان. لو انت عارف المكان اللي انت عايزه بتروح ليه بشكل مباشر. بعد ما بتوصل للبروجكت بتضغط اوكي. هو بيجيب لك طالما انت لسه ما اخترتش اي بروجكت عشان تفتحه هتلاقي الباتون الخاص بالاوكي مش باين عندك. لما هتختار مشروع من المشاريع هيظهر لك الاوكي تقدر تضغط عليها وتفتح المشروع بعد كده. زي ما احنا شايفين لو انت بدات تعمل براوز بيفتح لك هنا زي بالظبط الويندوز اكسبلورر بيفتح لك هنا التلية خاصة بالفولدرز. يا اما ان انت بتعمل سيرش الفولدر او لبارت معين او انك انت بتختار لغاية ما بتوصل لمكان اللي فيه المشاريع. اول ما بتوصل لمكان فيه المشاريع على القائمة اليمين هنا بيظهر لك يا اما المشاريع او اللايبرز اللي انت عايزها حسب الاختيار الهيدر اللي فوق هنا. وبعد كده بعد ما بتختار بتدوس اوكي يفتح لك البروجكت اللي انت عايزه. نيجي بعد كده للخطوات السريعة الكويك ستيبس فايندنج ستيب 7 بروجكتس اند لايبرريز. كيفية ايجاد الستيب 7 مشاريع الستيب 7 والمكتبات. لانش ذا سيماتيك مانجر اند سيلكت فايل اوبن. ابدا السيماتيك مانجر وبعدين اختار فايل اوبن. ذا يوزر بروجكت ستابس ليست يوزر بروجكتس كارنتلي ان ذا بروجكت ليست اند ار شون ار نون تو ذا سيماتيك مانجر. زي ما قلنا اول ما بتدوس على اوبن بتفتح لك النافذه اللي فيها لسته المشاريع اللي تم فتحها قبل كده واللسته بتبقى متسجله عن طريق السيماتيك مانجر. سيلكت ذا كورسبوندينج تاب تو ديسبلاي اول نون اس 7 لايبريز اور سامبل بروجكت. انت بتختار التاب اللي انت عايزه يا اما البروجكتس يا اما اللايبريز او السامبل بروجكتس. كليك براوز باتون تو سيرش ذا ان ليستد يوزر بروجكتس لايبريز اند سامبل بروجكتس. هتختار براوز لو انت اللي انت عايزه مش موجود في الليسته المتخزنه عن طريق السيماتيك مانجر. هتختار براوز وتبدا تختار بعد كده اللي انت عايزه. فروم ذا براوز ديالوج سيلكت ا سبيسيفيك درايف اور فولدر تو سيرش ثرو. من الديالوج او البوكس اللي بيظهر عندك للبراوز هتبدا تختار الدرايف اللي انت عليه المشروع بتاعك وبعدين الفولدرز اللي عليه اللي هيبدا السيرش عليه. Press the start search button. اضغط على ال start search عشان يبدأ عملية البحث عن الفولدرز اللي موجودة على الهارد ديسك أو على الفولدر اللي أنت محدده. When the search is completed, لما البحث يكتمل, the number of user projects, libraries, or sample projects is listed under the found column. لما بينتهي البحث بيظهر لك عدد المشاريع والمكتبات والسامبل projects على تحت العمود اللي اسمه الفاوند. Select the appropriate tab to display found user projects, libraries or sample projects. هتختار التاب المناسب عشان خاطر تتحرك للي انت عايزه سواء projects او libraries او sample projects. The check mark symbol shown to the left of the project library indicates that the found entry is already in the project or library list. لو انت لقيت العلامة اللي موجودة عندك دي معنى هذا الكلام انه المشروع اللي موجود عندك ده موجود already في الليستة اللي هي اللي بتخزنها قبل كده. العلامة التانية دي اللي هي عبارة عن اسطوانة والليستة اللي موجودة يعني ما فيش فيها ليستة. The symbol shown to the left, the project library indicates that the found entry was marked as hidden. ده بيبقى مخفي مش ظاهر عندك but can be added to the project or library list. لكن يقدر يعمل له اضافه في الليسته اللي موجوده عندك على اساس ان انت لو عايز تعمل اوبن بعد كده هتلاقي الليسته موجود فيها الاسم المشروع دون او اسم المكتب. Select one or more entries to add to the project or library list. اختار اللي انت عايزه عشان خاطر تدرجه في قائمه المشاريع او المكتبات اللي موجوده عندك. Confirm the selection and close dialog with OK. أكد القائمة اللي انت اخترت اختياراتك دي كلها بـ OK واقفل القائمة اللي موجودة عندك.
نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل مع بعض المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.